رامز جلال قال لرمضان صبحي النهارده انت لسه اهلاوي؟ قال له اه. قال له تحب تروح الاهلي؟ قال له اه جدا لو بيراميدز وافق. هل الاهلي ممكن يفكر في رمضان صبحي؟ اخيرا انا يعني لا معتاد ارد على حد موجود معايا في الفرقه، يعني ما بحبش دايما ما بحبش ان يتذكر اسم لعيب موجود في النادي الاهلي على لسان مسؤول في حته ثانيه. يعني احنا بنحترم كل الناس ونقدرها، لكن في النهايه انا بتكلم على الجزء اللي يخصني بس او الجزء اللي موجود معايا في فريقي بس. تمام، وانا موافق. بشكرك جدا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي، وتوصل بالسلامه لان عارف ان حضرتك في الطريق عائدا الى القاهره. تشكيل